بسم الله الرحمن الرحيم محمد فريندي الكاتب العام للأمانة العامة ورئيس هيئة العلاقات العامة ومنسق وطني المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحافظة أولا اليوم كمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحافظة أولا كنشكر المنابر الإعلامية الحاضرة معنا وهذا التصريح ديال المنظمه من مدينه محمديه كيجي في اطار واحد التصريحات الاستفزازيه اللي قام بها واحد الوزير اللي كيتبع واحد القطاع ديال العدل وهاد التصريحات اللي جات يوم الاثنين يناير 2023 كنا من المتمنيات ديالنا ان هذه السنه هذه ما يكونش فيها سنه ديال الخير فاذا بها كنتفاجئوا بها بهذه التصريحات الاستفزازيه اللي استفزت الشعب المغربي وهذه التصريحات بالذات جات في اطار واحد النتائج ديال مباراه اصحاب البدله السوداء وهذا التصريح بكل صراحه اللي هو اغضب مجموعه ديال النشطاء ديال اللي حول حديث الحصول على النجل ديال الولد ديالو على اجازتين من كندا بموريال بعد ما ادى الوالد ديالو بين قوسين الغني مصاريف دراسته في الخارج وهذا التصريح اعاد دور الجامعات دور تصريح الأعداد للدور ديال الجامعات والكليات المغربيه ومكانتها الى واجهه النقاش العمومي والسياسي بعد تفاخور الوزير العدل بحصول نجد على اجازتين بكندا هذا التصريح في حد ذاته هو كلام غير مسؤول لوزير مسؤول وعليه ان يعي جيدا ان المدرسه العموميه المغربيه قدمت وما زالت تقدم نخبا وطنيه وهذا كما نرفض كامانه عام المنظمه المغربيه حقوق الانسان محرفة الفساد نرفض, نرفض توريث المياه في جميع القطاعات لا نتهم احد ولا نشكك في نزاهه احد ولان رفع عدد المناصب من 800 الى 2000 فهو خرق سافر للقانون اولا وكان من المفروض على السيد الوزير اللي هو مسؤول على هذا القطاع اللي هو حيوي في البلاد ديالنا هو وزاره العدل اصدار بيان توضيحي بدل تصريح الذي زاد طين بلة وأغضب عديد من المغاربة عوض التخفيف عنه هذا التصريح ديال يوم 2 جوج يناير 2023 لوسائل الإعلام يعني أن الفقراء لا يحق لهم تضروم ولم لم يدرس في كندا لا يستحق الحك... آه العمل كما أقول أن السيد الوزير برر ما لم يبرر ونطلب في هذا الصدر عبر منبع منبر ديالكم المحترم إعادة النظر في مجموعة الأمور التي خرجت عن سياقها كما ندعو المسؤولين المغاربة برئاسة سي عزيز أخنوش كرئيس حكومة إلى احترام واجب التحفظ على الأقل وشكراً